في التحليلية. تطور جديد في الأزمة الداخلية الإسرائيلية، سباق على جوازات السفر الأجنبية، هل يثير قلق تل أبيب؟ مليار دولار وديعة سعودية في البنك المركزي بعدن، هل تتبخر كسابقاتها؟ انتقادات لماكرون بعد تكريمه مؤسس أمازون جيف بيزوس، لماذا يوصف برئيس الأثرياء؟ في وثيقة اليوم، الاقتصاد الأمريكي قد يجد صعوبة في تفادي الانزلاق إلى الركود. في قضية اليوم، رسائل عالية النبرة من حرس الثورة، شعاع قوتنا أكثر اتساعاً، ما أوراق إيران في معادلة التأثير؟ التحليلية تأتيكم يومياً الساعة 5 مساءً بتوقيت القدس الشريف.